بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على فضله وإحسانه، أمر بأداء الأمانة ونهى عن الخيانة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الحق وأبانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الأمانة والديانة وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. قال الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآيات المتعددة الكريمة تعظيم لشأن الأمانة والأمر بحفظها وأدائها والنهي عن الخيانة فيها، مما يدل على أهمية الأمانة، ومما يدل على عظم شأنها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه عرضها على السماوات والأرض والجبال، عرض تخيير لا عرض إلزام، وإلا لو ألزمها بذلك لم تختر ترك تحملها، ولكنه عرض ذلك عليها عرض تخيير. إن قامت بأدائها فإن الله يعد لها الأجر العظيم، وإن خانت فيها فإن الله يعذبها العذاب الأليم. فآثرت هذه المخلوقات السماوات والأرض والجبال، آثرت العافية وغلبت جانب الخوف، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خفنا من تحملها. وعرضها الله على الإنسان آدم وذريته فآثروا جانب الغنيمة فتحملوا الأمانة طمعا في ثوابها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا مما يدل على عظم الأمانة ومكانتها. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الإنسان بعدما تحملها انقسم إلى ثلاثة أقسام: من رفضها ظاهرا وباطنا وضيعها ظاهرا وباطنا، وهم المشركون والمشركات سائر الكفار، هؤلاء ضيعوا الأمانة ظاهرا وباطنا.
ولم يعبأوا بها، مع أنهم تحملوها في الأول. والقسم الثاني من تحملها ظاهرا وضيعها باطنا، وهم المنافقون والمنافقات. والقسم الثالث من تحملها ظاهرا وباطنا وقام بحقها، وهم المؤمنون والمؤمنات. فهؤلاء قاموا بالأمانة ظاهرا وباطنا، وهم أهل الإيمان، لكنهم قليل بالنسبة إلى الصنفين السابقين. والأمانة ما هي؟ الأمانة التي هذه عظم شأنها ما هي؟ الأمانة هي جميع ما أوجب الله على عباده أن يفعلوه، وجميع ما حرم الله على عباده ونهاهم عنه وأمرهم أن يتركوه. جميع الأوامر والنواهي هذه هي الأمانة التي تحملها الإنسان، هذه هي الأمانة، وهي تشمل جميع التكاليف الشرعية. فالعقيدة أمانة بين العبد وبين ربه أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وهذا حق الله على العبيد، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فحق الله على عباده أمانة في ذممهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذه رأس الأمانات وأعظم الأمانات، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فيجب على المسلم أن يخلص دينه لله عز وجل بأن يعبد الله مخلصا له الدين على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإخلاص في العقيدة، أن تخلص العقيدة من الشرك الأكبر والأصغر، وأن تخلص من البدع والمحدثات والخرافات. فمن أشرك بالله شيئا فقد خان الأمانة التي بينه وبين ربه، والتي خلقه من أجلها ورزقه من أجل أن يقوم بها. ومن عبد الله على غير الطريقة الشرعية التي بعث بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بأن عبد الله بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فقد خان الأمانة. لأن الله أمرنا أن نتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا فيما نأتي وما نذر من أمور ديننا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود وباطل لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. فالمشركون خانوا الأمانة، والمبتدعة خانوا الأمانة، ولم يقم بها إلا أهل التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. العبادات أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة
أمانة، الصيام أمانة، الحج والعمرة أمانة، الصلاة أمانة في عنق كل مسلم أن يؤديها وأن يقيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى. الطهارة، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر أمانة في أن يتطهر المسلم، في أن يتطهر المسلم طهورا كاملا كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. يتطهر من الأحداث ويتطهر من الأنجاس في ثوبه وبدنه وبقعته، هذه أمانة بين العبد وبين ربه أن يصلي كما أمره الله صلاة مشتملة على أركانها وواجباتها، وأن تكون مسبوقة بالشروط، شروط صحة الصلاة. فلا بد من هذه الأمور، تحقيق الشروط التي بها تصح الصلاة وتحقيق الأركان التي تقوم عليها الصلاة وتحقيق الواجبات التي بها تكمل الصلاة. فمن صلى هذه الصلاة فقد أدى الأمانة، ومن صلى شكلياً فقط وعلى هواه من غير أن يتقيد بالصلاة التي أمر الله تعالى بها فإنه قد خان الأمانة ولم يصلي الصلاة التي ائتمنه الله جل وعلا عليها. الزكاة أمانة عظيمة جعلها الله في مالك سنوياً، تخرجها طيبة بها نفسك مرتاحاً لها، وتضعها في مواضعها التي أمر الله جل وعلا أن توضع فيها حتى تؤدي الأمانة. فالزكاة أمانة في مالك وفي ذمتك أن تؤديها كما أمرك الله سبحانه وتعالى، طيبة بها نفسك راجيا لثوابها. الصيام، صيام رمضان أمانة بينك وبين ربك في أن تؤديه كما أمرك الله سبحانه وتعالى، مخلصاً لله النية والقصد، مؤدياً للصيام على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، حتى يكون صيامك صحيحاً مقبولاً عند الله مبرئاً للذمة. أما إذا لم تصم إلا على هواك ورغبتك فإنك لم تؤدي الأمانة التي ائتمنك الله جل وعلا عليها. الحج والعمرة، قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا أي أكملوا المناسك ولا تنقصوا منها شيئا، لله أي خالصة لوجه الله ليس فيها شرك ولا بدعة، بل تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الأمانة تكون فيما بينك وبين الناس، تكون الأمانة فيما بينك وبين الناس في التعامل، بأن تتعامل معهم بالأمانة وعدم الخيانة وعدم الغش والخديعة
والكذب والمكر، بل يكون ظاهرك وباطنك سواء مع إخوانك، ناصحا لهم غير غاش ولا مخادع ولا كذاب. فالوظيفة أمانة، العمل الوظيفي أمانة في عنق الموظف أن يقوم به على الوجه المطلوب، ولا يبخس منه شيئا، ولا يحابي أحدا، ولا يضار أحدا، بل يؤدي عمله على الوجه المطلوب، هذا أمانة. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا أديت العمل على الوجه المطلوب فقد أديت الأمانة، وإذا نقصت العمل الوظيفي فقد خنت الأمانة. فالوظائف يجب على ولاة الأمور أن يسندوها إلى من يقوم بها. إن الله يأمركم، هذا خطاب لولاة الأمور، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن تسندوا الوظائف والأعمال إلى الرجال الأكثياء الذين يقومون بها، من غير محاباة لأحد أو قريب أو حبيب أو صديق، وإنما تسند الأمور إلى أهلها. هذه هي الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن تسندوا الأعمال التي فيها تتعلق بها مصالح المسلمين، أن تسندوها إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب. وكذلك على الموظفين الذين ابتلوا بهذه الوظائف أن يقوموا بها على الوجه المطلوب. وقد جاء في الحديث أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فقال: متى الساعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم استمر يتكلم مع أصحابه، فلما فرغ قال: أين السائل؟ متى الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمن علامات الساعة أن تسند الأمور والوظائف إلى غير أهلها، وعند ذلك تخرب الدنيا ويحل الانتقام من الناس بسبب الجور والظلم والعدوان. وكذلك التعامل مع الناس في البيع والشراء والأجورات، يكون الإنسان أميناً في عمله، في بيعه، في شرائه، على النصح والإخلاص وعدم الغش والخديعة والكذب. وإذا استأجر أجيراً فأدى العمل، وجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة قبل أن يجف عرق الأجير. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. هذه أمانة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أنقذه الله من الشدة لما حافظ على الأجرة وأداها إلى صاحبها، فقد جاء أن ثلاثة ممن كانوا قبلنا أووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة فلم يستطيعوا الخروج، فقالوا: إنه لا ينجيكم إلا صالح أعمالكم. فقال رجل، ذكر رجل أنه كان باراً بوالديه، فانفرجت الصخرة يسيراً، والآخر ذكر أنه عفى عن الحرام، عفى عن الزنا بعدما تمكن منه، تركه من أجل الله عز وجل، فانفرجت الصخرة قليلاً إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: إنه كان عندي أجير فذهب وترك أجرته
فنميتها له، وكانت غنما، كانت الأجرة غنما، فنماها وراعاها حتى ملأت الوادي بالنمو. فجاء الرجل وقال: يا فلان اتق الله، أعطني أجرتي. قال: خذ كل ما في هذا الوادي فهو أجرتك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: لا أسخر منك، هذه أجرتك. فأخذها وساقها كلها ولم يترك منها فصيلا، فانفرجت الصخرة انفراجا كاملا وخرجوا يمشون. ومنهم هذا الرجل الذي حفظ الأمانة وحفظ الأجرة ونماها حتى جاء صاحبها فدفعها إليه. وكذلك الأجير الذي التزم بالعمل، يجب عليه أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب، فإن نقصه كان خائنا للأمانة ولا تحل له الأجرة. أما إذا أدى العمل على الوجه المطلوب كان حافظا للأمانة، لأن صاحب العمل ائتمنه على هذا العمل، كان حافظا للأمانة ومستحقا للأجرة. ولكن كثير من الأجراء والمقاولين يخونون في أماناتهم ويغشون في أعمالهم غشا ظاهرا، ثم يأخذون أجرتهم على غير حق فتكون حراما، لأنها في مقابل إضاعة الأمانة التي استؤجروا عليها. فالواجب على المسلمين أن يعظموا الأمانة التي عظمها الله، الأمانة التي بينهم وبين الله، الأمانة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمانة التي بينهم وبين الناس، أن يقوموا بها على الوجه المطلوب ولا يخونوا. قال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فاتقوا الله عباد الله، لا أحد يخلو من الأمانة، كل إنسان عليه أمانات، ومن أعظم الأمانات البيوت التي فيها النساء وفيها الأطفال وفيها الرجال، كلهم أمانة في عنق صاحب البيت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وما من رجل يسترعيه الله رعية ثم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فتنبهوا لذلك رحمكم الله، لا أحد يخلو من الأمانة أبدا، كل إنسان مكلف فإنه متحمل لأمانات عظيمة. فعلينا أن نتذكر هذا وأن نستعين بالله ونقوم بحفظ الأمانة وأدائها من غير تفريط ومن غير تضييع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرًا معناه التحذير في أنه في آخر الزمان تنزع الأمانة من الناس إلا ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، أدل على أن الأمانة من الدين
وأنها إذا فقدت فقد جانب عظيم من الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: تنزع الأمانة في آخر الزمان من صدور الرجال حتى يقال إن في بني فلان أمينا. يصير الأمين في آخر الزمان نادرا، يكون القبيلة كلها ليس فيها إلا واحد أمين. وهذا معناه التحذير لنا إذا أدركنا هذا الزمان وقد بدت علاماته، ألا ننخدع ونتساهل في الأمانة ونقول كل الناس ما عندهم أمانة. لا، هذا لا يجوز. أن تحفظ الأمانة في نفسك وأدها في نفسك، وكل مسؤول عن عمله. فعلينا أن نخاف من هذا الوقت. وكثير من الناس اليوم اتخذوا الأمانة مغنما، كما قال صلى الله عليه وسلم: تتخذ الزكاة مغرما والأمانة مغنما. الذي يحصل على الأمانة كأنها غنيمة، كأنها غنيمة له يستحلها. وهذا كثير في الناس اليوم، إلا من رحم الله، لا يبالون في الأمانات. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا شأن الأمانة، لأن بعض الناس يحصر الأمانة في الوديعة، يظن أن الأمانة هي الوديعة. إذا أودعت عند إنسان مالاً يسمي هذا هو الأمانة، ولا يدري أن الأمانة عامة في كل ما كلفك الله به. والوديعة قسم ضئيل منها، قسم ضئيل منها. الأسرار التي يستحفظك عليها صاحبها أمانة، لا يجوز لك إفشاؤها. فإذا أفضى إليك أخوك بسر فلا تفشه، لأنه أمانة عندك، فإذا أفشيته فقد خنت الأمانة. إذن فالأمانة عامة وواسعة، وكل متحمل بحمل ثقيل منها. حمل أشفقت منه الأرض والسماوات والجبال، أنت متحمل له، وحملها الإنسان. تذكر هذا، أنت إنسان، معناه أنك متحمل لهذه الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، خفنا منها. كثير منا لا يخاف من الأمانة، بل يعتبرها شيئاً ويفرح إذا حصل عليها من أجل أن يخون فيها ويغدر فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح قادتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم اهده لما فيه الخير له ولرعيته، وجنبه ما فيه الشر له ولرعيته. اللهم أصلح بطانتهم، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء،
أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم ارحم عبادك، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. ربنا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.